هل بعد سجود التلاوة السلام؟ لا، الصحيح أنه ليس له تكبير، ليس له تكبير ولا سلام، إنما هو مجرد سجود، إلا إذا سجد داخل الصلاة فإنه يكبر عند النزول ويكبر عند الارتفاع إذا كان داخل الصلاة، ما إذا كان خارج الصلاة فإنه مجرد سجود. وفي بعض الروايات أنه يكبر حتى ولو كان خارج الصلاة، يكبر للبداية، أما النهاية لا، ما ورد أنه يكبر. نعم.